جهود كبيرة قامت بيها مصر لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية المصرية وهي الغزل والنسيج. السنين اللي فاتت ظهرت نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج باعتباره طبعا مكون مهم لدعم الاقتصاد الوطني. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن أهم النتائج الخاصة بنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للإحصاء. نورنا في صباح الخير يا مصر عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. وفي البداية نتكلم عن الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لاستعادة الريادة لقطاع الصناعات النسيجية. احنا عندنا خبرة كبيرة جدا وتجربة مهمة جدا على مدار سنين كتير جدا في هذا القطاع تحديدا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، صباح الخير. طبعا مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة وتم تشخيصها. دولة قامت بتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع على وجه التحديد، وكان أهمها في جزء متعلق بالإنتاج نفسه، بطبيعة الإنتاج، وهو أن مصر محتاجة تطور زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة، في جانب متعلق بتقدم الآلات. فليس معنى أن الآلة والآلات اللي موجودة في المصانع أنها تعمل وتعمل بكفاءة أن إنتاجيتها تتسم باقتصادية التشغيل. من هنا فاتت الخطة ذات طبيعة شاملة، حيث بدأت الدولة في تطوير زراعة القطن بصورة كبيرة جدا، في استنباط سلالات جديدة. تم استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها. وهنا يجي دور البحث العلمي يا فندم. طبعا البحث العلمي والقرار السياسي، لأن القرار مهم جدا، قرار الدولة أنها تطور هذه الأمور، فإنها بتخرج الدراسات والبحث من الأطر النظرية إلى الإطار التطبيقي، سيما مع توسع الدولة في زراعة القطن. حتى القطن قصير التيلة أصبح هناك توسع ليس على حساب الزراعات أخرى في الوادي والدلتا، ولكن تابعنا زراعة القطن قصير التيلة في العوينات وفي توشكا وفي مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة. إذن نحن أمام سلالات جديدة، مساحات جديدة منزرعة، قطن يناسب طبيعة الآلات الجديدة، حيث عملت الدولة بصورة متوازية مع زيادة الإنتاج من القطن تطوير الآلات الموجودة في المصانع. حتى نطور تلك الآلات كان لابد من تطوير الإدارة، حيث تم دمج شركات الغزل والنسيج في 9 شركات قبضة وتطوير الإدارة الخاصة بها. من هنا انتقلنا إلى منطقة تطوير صناعات الغزل والنسيج نفسها بإنشاء مصانع جديدة. أكبر مصنع بيتم تجهيزه دلوقتي واقترب موضع تاريخ افتتاحه في المحلة الكبرى، بحيث تكتمل المنظومة بأن يكون هناك مصانع على أعلى مستوى تقدم منتج تنافسي. بس دكتور وليد، يعني اعذرني المقاطعة، لو تطوير آلات، تطوير مصانع، تطوير إدارة، كمان يعني حتى معنينا أن يكون في تطوير للكوادر والكوادر ومهارة العمال الموجودة في هذه المصانع عشان يقدروا يتعاملوا مع هذه الآلات، هل ده حصل؟ طبعا يعني أنا بشكر حضرتك أنك لفت النظر لهذا الأمر، لأن احنا متابعين الجامعات التكنولوجية اللي بتقوم بها الدولة. صناعات المستقبل لا تعتمد على العامل محدود التعليم، ولكن أصبح العامل، بس في عمالة موجودة بالفعل يا فندم. العمالة اللي موجودة بيتم تطويرها بالفعل وبيتم اسكانها في الأماكن اللي بتناسبها، ولكن الدولة المصرية بتنظر إلى الحاضر وبتنظر إلى المستقبل. هي بتحافظ على حقوق العمال وتعمل على تدريبهم وتطويرهم، وفي المقابل أيضا بتقوم بإنشاء الجامعات، وتابعنا إنشاء الجامعات التكنولوجية اللي موجود فروعها وبتتخصص في برامج بتتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في كل مكان، بحيث أن تمتلك الصناعة المصرية الحاضر والمستقبل أيضا. طيب لو حضرتك تكلمنا عن أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بزيادة إنتاج القطن وصادراته كمان. يعني بلغت حوالي 212 مليون دولار في 2022-2023، ارتفاعا من 122 مليون دولار في 2018-2017. نسبة الزيادة
كبيرة جدا. أيضا الصادرات من الملابس الجاهزة، لأن عايزين نقول إن مصر بتمتلك أيضا، إذا كنا نتحدث عن الغزل والنسيج وهي مرحلة مبدئية، إلا إن الملابس الجاهزة المصرية أيضا كصناعة على المنتج النهائي للغزل والنسيج صحيح. هي صناعة نجحت في تصدير 2.3 مليار دولار. أكيد نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء، شكرا لحضرتك.